Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap anak-anak semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan murojaah belajar membaca surat Al-Ankabut ayat 1 dan sampai ayat 8. Dimohon nanti anak-anak memperhatikan bacaannya agar bacaan kita menjadi benar sehingga menjadi bacaan Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan membaca surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم